مرحبا سكان ريفير. أصبح الطقس أكثر دفئا مما يعني أن المدينة بها الكثير من الأحداث الخارجية المثيرة من أجلك. أولا، هذا السبت 28 مايو من الساعة 11 صباحا إلى 1 مساء هو يوم التنزه العائلي. سيعقد هذا الحدث في ملعب مدرسة سوزان بي أتني في عنوان 107 شارع نيهول بريفير. اجتمع مع جيرانك واحضر بطانية ووجبة غذاء وتواصل مع العائلات الأخرى في مجتمعك. استمع إلى الموسيقى والألعاب للأطفال والمزيد. للحصول على معلومات إضافية موجودة في الإعلان بجانب هذا الفيديو. يرجى ملاحظة أنه ممكن بسبب سوء الأحوال الجوية قد يتم تأجيل الحدث إلى يوم السبت 4 يونيو من 11 صباحا إلى 1 مساء. للحصول على التحديثات يرجى زيارة Revere on the move على الفيسبوك والإنستغرام. ثانيا، حان الوقت مرة أخرى للعودة إلى سوق المزارعين بريفير. انضم إلينا لحضور يوم الافتتاح يوم الجمعة 3 يونيو من الساعة 12 ظهرا إلى 5 مساء في حديقة أمريكان ليجن الواقعة في عنوان 249 برودواي بريفير. هناك مواقف للسيارات خلف مبنى مجلس المدينة بريفير. في يوم الافتتاح لسوق المزارعين يمكن للأطفال الاستمتاع بالرسم على الوجه مجانا والموسيقى الحية والشراء من البائعين المحليين وغير ذلك بكثير. لا تنسى أنه في سوق المزارعين يمكنك استخدام مزايا الفود ستام لشراء الفواكه والخضروات والعسل الطازج. مقابل كل دولار يتم إنفاقه باستخدام بطاقة الفود ستام الخاصة بك سيتم إعادة تحميل الدولار تلقائيا إلى بطاقتك من خلال برنامج الهب. لا تقلق إذا لم تتمكن من حضور يوم الافتتاح، فلا يزال بإمكانك زيارة سوق المزارعين الذي سيكون كل يوم الجمعة طوال فصل الصيف. لمزيد من المعلومات تابع ريفير فارمر ماركت على الفيسبوك والإنستغرام أو اتصل بريفير 311 على الرقم 781-286-8311. الصيف جاء سكان ريفير. لنأخذ هذه الأحداث على أنها فرصة لنكون نشطين والتفاعل مع جيراننا وبناء شعور بالانتماء إلى المجتمع. شكراً على حسن استماعكم.